السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن نصيب الفرد من تموين شهر أكتوبر 2024 وأسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إن هيبدأ غدا الثلاثاء صرف تموين شهر أكتوبر 2024، وإن المقررات التموينية لشهر أكتوبر حوالي 31 سلعة، بما في ذلك السلع الأساسية زي الزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة لسلع أخرى. بالنسبة لنصيب الفرد، كل شخص بيحصل على 50 جنيه شهريا، بالإضافة إلى قيمة فارق نقاط الخبز. بيكون نصيب الفرد هو كيلو زيت و 800 ملي ب 30 جنيه، وكيلو سكر ب 12 جنيه و60 قرش. بالنسبة لأسعار السلع التموينية أكتوبر 2024، أول حاجة السكر المعبأ الكيلو بسعر 12 جنيه و60 قرش، زيت الخليط 800 ملي بسعر 30 جنيه، علبة مرقة الدجاج بسعر 6 جنيه، مكرونة 800 جرام بسعر 15 جنيه ونص، مكرونة 400 جرام بسعر 7 جنيه 75 قرش، عدس مجروش 500 جرام 21 جنيه، فول معبأ 500 جرام 9 جنيه، دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلو ب 18 جنيه، سمن صناعي 800 جرام 36 جنيه، وشاي ناعم 40 جرام بخمسة جنيه، في صلصة 300 جرام 8 جنيه، وتونة مفتتة وزن 140 جرام 18 جنيه، في مربى أنواع 350 جرام 16 جنيه، وجبنة 250 جرام بسبعة جنيه ونص، في جبنة أبيض 125 جرام 4 جنيه ونص، في مسحوق أوتوماتيك 800 جرام ب 25 جنيه، في مسحوق عادي يدوي 800 جرام 16 جنيه، في صابون غسيل بسعر 3 جنيه 125 جرام، وفي صابون تواليت 125 جرام بسبعة جنيه ونص، في لبن جاف 125 جرام بخمسة وعشرين جنيه ونص، وفي خل 5% 900 ملي بستة جنيه، كيس ملح طعام 300 جرام جنيه وربع، وبار حلاوة طحينية سادة 40 جرام 3 جنيه، وكيس سائل غسيل أواني 80 جرام 3 جنيه، وبسكوت سادة بجنيه ونص، وفي بسكوت أنواع في باتنين جنيه 75، وفي بتلاتة جنيه، وفي بتلاتة جنيه 75، وفي طحينة بيضة ظرف 140 جرام 3 جنيه 75 قرش، وفي قهوة سريعة الذوبان 18 جرام 4 جنيه، وفي مسحوق غسيل 60 جرام 4 جنيه ونص. طبعا في اخبار عن وقف صرف السكر الحر، وده نتيجة طبعا ان وزارة التموين طلبت من بدالي التموين وجمعيتي استبدال الارصدة الاضافية من السكر الحر اللي موجودة عندهم للحفاظ على الكمية الموجودة حتى لا يتم بيعها في السوق السوداء، ولذلك تم وقف صرف السكر الحر ابتداء من شهر اكتوبر الحالي. وكمان هنتكلم عن زي ما قلنا كده الأسعار، واتكلمنا كمان عن نصيب الفرد. طبعا دي كل حاجة خاصة بتموين أكتوبر 2024. لو في أي جديد هتلاقوه موجود في القناة، فما تنسوش المتابعة واللايك والشير. أشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.